السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لتصدير من السفر 3D لنفس وركس. نفس وركس بيقبل امتدادات ال WG وال DXF وامتدادات كتيرة جدا، بس أفضل حاجة بيتقبلها هو ال NWC. هو بياكل كل الأكلات بس ال NWC بياكلها وبيحبها جدا، فعشان كده بقول له لما جه حب أصدر اللوحة من أوتوكاد سيفل 3D لنفس وركس بقول له NWC أوت. لو انت سطبت فعلا نفس وركس هيجيب لك كده بالشكل دوت، فتقدر تصدر الشغل بتاعك لامتداد NWC ونفس وركس هيقبل NWC. دلوقتي تفتح بقى نفس وركس تقول له امبورت، يبدأ يبقى موجود، وكل ما تخلص شغل على السيفل 3D تروح مصدره NWC.